Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel Dr. Marwa Sawi Fun Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about lesson 4 useful properties of matter. بس قبل ما نبدا في الفيديو بتاعنا وشرح النهارده ولادي وحبايبي طلبه جريد 5 تعالوا احنا هنكمل كلامنا طبعا عن المطر ونفهم اكتر عن الكونسبت ده. بس ما تنسوش لو دي اول مره تشوفونا نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس ونعمل لايك وشير وكومنت على الفيديو وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان على التليجرام وكل اللينكز دي موجودة عندكم في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. يلا بينا نبدأ في lesson 4 unit 2 concept 2 activity number 8 useful properties of matter. يعني ايه؟ يعني الخصائص المفيدة للمادة. احنا يا ولاد اتكلمنا في الليسونز اللي فاتت عن البروبارتيز اوف ماتر وقلنا ان في نوعين، عندي فيزيكال بروبارتيز وعندي كيميكال بروبارتيز. كل مادة بيبقى ليها الفيزيكال والكيميكال بروبارتيز بتاعتها. هندرس النهاردة الهيليوم جاز والكبر ومادة الكبر وهنشوف الهيليوم والكبر ايه هي الفيزيكال والكيميكال بروبارتيز بتاعتهم وبيفيدوني في ايه في الحياة. الهيليوم يا ولاد ده عبارة عن جاز. طيب عايزين نشوف البروبارتيز بتاعته ايه يا مس. بروبارتيز اوف هيليوم، عندي فيزيكال بروبارتيز وعندي كيميكال بروبارتيز. الفيزيكال بروبارتيز it is a light gas، يعني هو الجاز خفيف جدا، وده معناه which means it is lighter than air، ان هو اخف من الهواء. يبقى خفيف جدا لدرجة ان هو اخف من الهواء نفسه. عشان كده يا ولاد لما بنعمل البالونة من الهيليوم اللي بنلاقيها طارت لوحدها كده غير البالونة العادية، لان الهيليوم هو عبارة عن غاز اخف من الهواء. كيميكال بروبرتيز، الكيميكال بروبرتيز بتاعتي انا بشوف هو سام ولا غير سام، وبشوف هو قابل للاشتعال ولا غير قابل للاشتعال. تعال معايا نشوف. It is not poisonous. Poisonous يعني غير سام. يبقى هو غاز غير سام. Not poisonous. طيب و it is ايه كمان يا مس من ناحية الفليمابول بقى؟ هل هو قابل للاشتعال ولا غير قابل للاشتعال؟ هو غاز غير قابل للاشتعال. يبقى it is not flammable. Not flammable. يعني طب واحد بقى يجي يقول لي يا مس هو يعني ايه flammable material؟ يعني ايه مادة قابلة للاشتعال؟ هقول لك flammable material معناها ان الماتيريال دي يمكن انها تتحرق او تطلع نار. يبقى حاجة من الاتنين، يا اما تتحرق يا اما تطلع نار، دي الفليمابول ماتيريال. لكن يا مس الهيليوم، الهيليوم نوت فليمابول، هي غير قابلة للاشتعال، مش ممكن ان هي لا تتحرق ولا تطلع نار، تمام؟ طيب بستخدم الهيليوم في ايه يا مس؟ أول حاجة واحد هيجي يقول لي يا مس احنا عارفين ان هي بتستخدم في البالونز. طب ممكن يجي يقول لي جيف ريزون ليه الهيليوم بيستخدم تو في البالون؟ ليه بتستخدم ان هي تملى البالونة؟ علشان الهيليوم هقول كده بيكود هيليوم is a is lighter than air. طيب طب الاستخدام التاني للهيليوم يا ميس بيستخدم في ايه؟ it used to fill blimbs. blimbs دي اللي هي المناطيد يا ولاد، شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ ده اسمه منتود. المنتود ده بيتملي برضو بالهيليوم علشان يروح اي مكان ويطير ويبقى من جواه اخف من الهواء اللي هو طاير فيه. give reason اهي ليه البالونز اند بلمبس، ليه الاتنين دول يا مس بيتملوا بالهيليوم؟ filled with helium always rise up on the air، يعني بيرفعوا في الهواء طبعا. because the helium is lighter than air. او اشوف اي جيف ريزون وهتلاقي فيها ليه الهيليوم بيملى البالونز وبيملى البلمبس،
هقول على طول because the helium is lighter than air. وممكن يجيلي برضو give reason. سؤال كمان اهو يا ولاد نركز. give reason ليه الهيليوم can be used safely، يعني ليه بيستخدم بأمان، ليه الهيليوم بنستخدمه عادي بأمان ونملى بيه البلالين ونملى بيه البلمبس، لأن الهيليوم is not flammable، دي اللي احنا خدناها في الكيميكال بروبارتيز، because helium is not flammable or poisonous. cooking pan يعني المقلاة، cooking pan يعني المقلاة. طيب beautiful يعني مفيد، light gas يعني غاز خفيف، سام يعني poisonous، flammable يعني قابل للاشتعال، flambus يعني مناطيد. طيب تعالى معايا نشوف بقى الكبر، احنا كده خلصنا الهيليوم واتكلمنا عليه، تعالى نشوف الكبر. هنشوف برضو الكبر ده بعد ما خدنا الهيليوم ايه الفيزيكال بروبارتيز بتاعته. تعالى نشوف الفيزيكال بروبارتيز. اولا اتكلم عن الشيب، احنا قلنا الشيب من الفيزيكال بروبارتيز، الشيب بتاعه ماله يا مس؟ بيبقى سن رفيع، فليكسيبل وايرز يعني اسلاك مرنه، السلك بتاعه بمسكه كده بقدر ان انا اتنيه، بيبقى سلك من النحاس، يبقى it can be shaped into thin وflexible wires. طب يا ميس هو بيوصل، انا بعمل اسلاك كتيرة يا ميس بتبقى من الكبر، عايز اعرف بقى الكبر ده موصل جيد للكهرباء ولا موصل جيد للحرارة ولا الاتنين مع بعض يا ميس؟ تعال نشوف. it conducts، conducts يعني ايه؟ يعني يوصل، يبقى it conducts electricity، يبقى هو بيوصل الكهرباء well، كويس، يعني معناه يا مس ان ده good conductor of electricity. ده معناه ان الكبر عبارة عن good conductor of electricity، يعني موصل جيد للكهرباء. طب يا مس عايز اشوف قدرته على الهيت يا مس، على الحرارة. طيب هل هو موصل جيد للحرارة؟ it conducts heat well، يعني برضو بيوصل الحرارة كويس، يبقى اذا يا ميس الكبر هو good conductor of heat، يعني هو موصل جيد للحرارة. conduction التوصيل، ايه يا ميس الconduction ده؟ هو the ability of materials to transfer، ايه بقى؟ to transfer heat and conduct electricity، عند كوندكت ايه؟ الكتريستي، يعني قدرة المادة ان هي تنقل الحرارة وان هي توصل كهرباء. يبقى ببساطة كده it is the ability of materials to transfer heat and conduct ايه؟ electricity. uses of cover، استخدام الكبر يا ميس هتستخدمه في ايه؟ تعالى نشوف. it is used in making electrical wires، يعني هو بيستخدم في ان انا اعمل اسلاك كهربية، يعني انا صنعت الاسلاك الكهربية دي يا ولاد قدامي اهي. it used in making electrical wires. طب تاني حاجة يا ميس بيستخدم في ايه؟ making ايه كمان؟ يعني بيصنع لي الاسلاك، وبيصنع ايه كمان؟ بيصنع الكوكينج بانز، الحلل والطاسات، يبقى it is used in making cooking pans، يعني معنى كده يا ميس ان الكوكينج بانز بتبقى مصنوعة من الكبر. الكوكينج بانز بتبقى مصنوعة من الكبر. give reason for electric wires are made up of a of copper are made up of copper because copper is a good conductor of electricity، لان الكبر بيكون موصل جيد للكهرباء. يبقى ليه بستخدم الكبر في الأسلاك الكهربية؟ لأن الكبر موصل جيد للكهرباء and can be stretched، وينفع إن أنا أتنيه into a thin flexible wire، يعني أنا بقدر أتنيه لأنه رفيع وكمان flexible يعني مرن. طيب نوت، نلاحظ كده wood and plastic are bad conductors of heat. البلاستيك والخشب هل بيوصلوا الكهرباء؟ طبعا لأ، يبقى هو موصل سيء للحرارة وموصل سيء للكهرباء، يبقى wood and plastic are bad conductors of heat.
So they can be used in making handles of cooking pans. طالما هو موصل bad يعني موصل سيء للحرارة يبقى إذا يا ولاد هو بيصنع في handles الإيد بتاعة الكوكينج بان. طيب check your understanding. مديني هنا يا ولاد في number A الكبر هاندل، مديني هنا الإيد بتاعته عبارة عن كبر هاندل، وهنا الإيد بتاعته عبارة عن wooden handle. طيب in which figure the hand will feel hot، الإيد هتحس بالحرارة فين يا ولاد؟ فأنهي واحدة فيهم، figure number A ولا figure number B؟ طبعا يا ميس هتحس بالحرارة في الكبر هاندل، يبقى figure number A. طيب the cooking pan is made up of nuts، يعني الكوكينج بان دي بتبقى مصنوعة من ايه؟ من الكبر. طيب النحاس يا ولاد الكبر اسلاك كهربية يعني electrical wires، shaped يعني بشكل، thin يعني رفيع، flexible يعني مرن، conduction يعني توصيل، ونقل يعني transfer. طيب تعالى نحل التشيك اللي كان في الأول خالص مع بعض بعد ما خدنا الدرس ودرسنا الهيليوم ودرسنا الكبر. تعالى نشوف this cooking pan is made up of copper، يعني هو البان اللي قدامي دي بتستخدم من الكبر، طبعا true. طيب handles of this cooking pan are made up of plastic، بتستخدم من البلاستيك، الإيد بتاعتها بتكون من البلاستيك، الإيد بتاعتها من البلاستيك عشان الحرارة ما توصلش لإيدي، يبقى true. تعال نشوف بقى عندي types of matter، تعال نشوف التيبل اللي قدامي دي في مجموعة من الماتيريالز، ماشي types of matter والاستخدام بتاعها ايه والبروبرتي الخاصية بتاعتها ايه. مديني أول حاجة الستيل اللي هو الصلب، سكرو دريفرز يعني المفكات يا ولاد، الاستخدام بتاعتها بتستخدم في صنع المفكات اللي هي سكرو دريفرز والهامرز، سكرو دريفرز وايه والهامرز اللي هو الشاكوش. طيب الخاصية بتاعته بيكون ايه يا ولاد؟ بيكون هارد وسترونج، يعني بيكون هارد يعني صعب كده او صلب، وسترونج يعني قوي. طيب الجلاس، الجلاس الزجاج بيستخدم في ايه يا ولاد؟ بنصنع منه ايه؟ الويندوز الشبابيك، واللايت بالب اللي هي اللمبة، وايه كمان؟ والاي جلاسز النظارات الازاز. طيب الميزة بتاعتها او البروبرتي الخاصية بتاعتها ان هي ايه؟ ترانسبيرنت، شفافة وسموث، بتبقى ناعمة جدا عشان كده بتوصل الضوء، اللايت بيعدي منها. طيب الرابر يا ولاد يعني ايه الرابر؟ الرابر يعني المطاط. طيب بيتصنع منه ايه يا ميس؟ بيتصنع منه التايرز، بيصنع منه التايرز والجلافز والايه والاير والاثليتيك شوز. يعني ايه التايرز؟ التايرز، التايرز يعني الاطارات، يبقى الرابر بيتصنع منه الاطارات، بيتصنع منه الجلافز، بيتصنع منه الاثليتيك شوز اللي هو الاحذية الرياضية. ليه بقى يا مس؟ لان هي ليها خصائص مميزة بيها. ايه هي؟ الووتر بروف والفليكسيبل، ان هي بتكون مضادة للماء، ووتر بروف يعني مضادة للماء، وفليكسيبل يعني مرن. نحل التشيك مع بعض يا ولاد. among the properties of rubber، ما بين الخصائص بتاعة المطاط، that is it is waterproof and ايه؟ لسه قايلينها and flexible يا مس، يبقى and flexible. طب الهامرز are made up of ايه؟ الشاكوش بيكون مصنوع من ايه؟ من الستيل، وهنا قلنا waterproof and flexible. طيب تعالوا نقرا الكلمات مع بعض. steel يعني صلب، hammers يعني مطارد، waterproof يعني مضاد للماء، athletic shoes يعني احذية رياضية، سكرو درايفرز يعني ايه؟ يعني مفكات، طب تايرز يعني اطارات، رابر يعني مطاط. يبقى كده يا ولاد نكون خلصنا ليسون 4، وان شاء الله الفيديو الجاي نحل معاكم الاكسرسايزز اون ليسون 4
تابعونا يا ولاد، واللي لسه ما عملش السبسكرايب للقناة ينزل بسرعة يشترك في القناة ويفعل الجرس، واللي ليه أي كومنت يكتب لنا في الكومنتس ويعمل لايك وشير عشان يوصل لكل زمايلكم، وتنضموا لينا على الفيسبوك الجروب والبيج وكمان التليجرام، هتلاقوها موجودة عندكم في الديسكريبشن بوكس. أتمنى ليكم كل التوفيق يا ولاد، وذاكروا كويس وربنا معاكم، واللي ليه أي استفسار يكتب لي في الكومنتس. إن شاء الله أشوفكم وإحنا بنحل الإكسرسايز. يلا باي باي.